أنا أستاذ مازن عبد اللطيف، مدرس في قسم السياحة والآثار في جامعة النجاح الوطنية. هذا المساق يعني يتناول تعريف السياحة وأهميتها وأثرها على الفرد والمجتمع، لأن السياحة أصبحت تمثل يعني صناعة وتقديم خدمات بطريقة راقية جدا، تساهم في عملية التنمية الاجتماعية إلى جانب التطور في المجالات الاقتصادية والحضارية، وبالتالي تعكس صورة مشرقة عما هو الوضع في فلسطين بشكل خاص، وتلعب دور مهم في زيادة الثقافة والوعي المجتمعي عند الأفراد وعند المؤسسات المختلفة، وتشجع على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري، لكون هذا الموروث يتعرض إلى الكثير من السلبيات والمعوقات وعمليات الطمس والتهويد والأسرى وما إلى ذلك. كل هذا يمكن من خلال مواضيع السياحة والآثار أو بعض المساقات أن يعني نلقي الضوء بشكل أو بآخر على أهمية هذا الجانب بالنسبة لنا كفلسطينيين في ظل هذا الوضع القائم.